يعني تقريبا ممتاز وممتاز جدا يعني التتويج. مرتضى، مرتضى عشيري نعرفه بالحق حيتي كل دايوغ تولدنا فرد نهار وفرد سبيتار. هيا ضحكة. هو يظهر لي نهارتها آخر نهار ضحك فيه عم حجو. هيا ضحكة يا ضحكة. مرتضى روح. مرتضى تأثر ياسر ببوه وعم حجوب شخص طيب، أما علاقته بجمعيته كان عندها تأثير كبير على حياته الشخصية والعائلية. بون ما نتصورش دي غزو تام تاع جمعية يجمو يأثروا أوتون على حياة عبد. ميم سي سي فغي ديما خاسرين. بالعكس احنا ما نكرهوش، هو حتى كي يجي بحدينا القهوة بحكم ماك تعرف جمعيته كلي ديما خاسرة هوك نخبيو عليه أي حاجة عندها علاقة بالكور. نصور عليه خويا تصيرو شيكا ولا حكاية. صعيبة كمان حتى علينا احنا ما كناش نفرحوا فرحة كاملة. دان كوتي عندك جمعيتك رابح ودان اوت كوتي مرتضى. انه يعاني من الوحدة؟ لا، مرتضى إلى يومنا هذا مازال يعيش مع دارهم. الوحدة في حالة مرتضى كانت نجم تكون الحل مش المشكل. مرتضى انه يعاني من الاكتئاب وي، ولكن الاكتئاب في حالة مرتضى ماهوش مرضي. الاكتئاب في حالة مرتضى عقلية. مرتضى زعما شو معناها؟ يحب يولي كشخ اليوم وي. نجم نقولوا اللي مرتضى تخلقت عنده عقدة انه ولو مرة يحب يعيش احساس انه يكون مكشخ. مرتضى عشيري راك. ونموي هو بيدو اللي حاسدينك عليه الاخرين عندك، وعلى خاطر اللي يبغينا يجي معنا عليك بالبورتابيليتي متاع الدراجي موبيل باش تكمل تعيش احساس المكشخ الصحيح. ملا كومبوزي نجمة 172 دياز ولا امشي لأقرب اسباس تي تي. تراجي موبيل مكشخ وعليك الكلام.